بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الدكتور أحمد عويد العبادي. حقيقة يعني ما تحدثنا في الحلقة السابقة عن حديث عن الأردن، كتاب عن الأردن، وقلنا أنه التاريخ لمن يكتبه لا لمن يصنعه، لذلك كرسنا وقتنا أو وقتا كثيرا أو قسطا كبيرا من وقتنا للتحدث عن تاريخ الأردن. أول ما صدر إلي كتاب في هذا الموضوع اللي هو هذا الكتاب الأردن في كتب الرحالة والجغرافيين المسلمين حتى عام 1881 ميلادي، صادر عن الدار الأهلية بعمان. والحقيقة هذا الكتاب لقي رواجا كبيرا لدرجة أنه أصبح شحيحا في المكتبات، وكان له رواج أيضا في المعارض في الداخل والخارج. لكن عن ماذا يتحدث هذا الكتاب؟ من مجلدين، على بعضهم بيجوا تقريبا على ما أذكر 1004 صفحات أو 1006 صفحات، 1008 صفحات، وتحدث عن الرحالة والجغرافيين العرب والمسلمين الذين جاءوا عن الأردن وتحدثوا عن الأردن. ومن أهمهم يعني ما شمله الكتاب، ما شمل من أهم الرحالة الذين تحدثوا، هو نادي ابن رستة واليعقوبي والاصطخري والخوارزمي وابن حوقل والمقدسي والبكري والإدريسي وابن جبير والحموي والغزويني والدمشقي وأبو الفداء والياقوتي أو الياقوتي والورثيلاني والحميري. يعني هذه أقول بس الرحالة. أما عندما تكلم عن مفسري القرآن الكريم، لا يوجد مفسر في القرآن الكريم لم يذكر الأردن في تفسيره، لأنه هناك آيات كريمة تتحدث عن مواقع وأحداث وأنبياء في الأرض الأردنية، وبالتالي لا خيار لهم إلا أن يذكروا الأردن. فاسم الأردن اسم قديم، اسم قديم، واسم يعني هو أول يعني فيما بعد سنتحدث عن اسم الأردن. الأردن اسمه يعني ظهر في حوالي 12 ألف سنة قبل الميلاد، ظهر من منطقة دامية كانت تسمى أردن، كانت تسمى أردن. الأردن في اللغة كان معناها القلعة المحصنة، القلعة المحصنة. لكانت هذه فيما بعد سميت بيت عبرة، أي مكان عبور بين ضفتي النهر شرقا وغربا، وفي منطقة وتصل إلى منطقة حيث تعبير سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام، كانوا يسموها بيت عينيا، وسنأتي إليها بالتفاصيل فيما بعد عندما نتحدث عن مملكة بيريا الأردنية. فأردن فكان تسمى قلعة أردن، بعدين سموها نهر أردن، بعدين سموها نهر الأردن، بعدين سموها عبر الأردن، أي شرقي الأردن أو شرقي الأردن. فأصبحت مع الزمن كلمة الأردن تطلق على النهر وعلى الأرض التي تمدها من يعني من الشرق إلى تقوم الربع الخالي، وفي الغرب حتى الحميري في المتوفى 900 للهجرة بيقول إنه كل ما على ضفتيه فهو أردن، يعني غور الأردن اسمه غور الأردن الشرقي والغربي. وبالتالي هذه كلها موجودة في كتب الرحالة والجغرافي المسلمين الذين أنصفونا وأنصفوا الأردن وتحدثوا عن الأردن كجغرافيا وكمكان مقدس وملاذ آمن وكمان مكان للأنبياء وأيضا مكان للقوم الذين كفروا بالأنبياء، فالله سبحانه وتعالى قضى عليهم مثل قوم صالح، مثل قوم شعيب في المدين، قوم شعيب في الأيكة، كلها أراضي أردنية. ثمود أرض أردنية طبعا، ثمود أرض أردنية، وثمود الذين جابوا الصارع سنأتي فيها في الكتاب الذي في الحلقات القادمة. فالأردن يعني الأردن معناها الأمن، بعدين الأردن أيضا معناها الأمن والطمأنينة، مستمدة حقيقة من مستمدة من بيت الشعر من 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 القرآن الكريم، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا ليغشى طائفة منكم. فالنعاس، النعاس مقرون بالأمن، يعني إنسان لما ينعس خلاص يرتاح ويقول له نايم، يعني هو مو مفكر. حتى إحنا بنقول يا جماعة والله هذا نايم مو مفكر بإشي، لأنه هكذا يعني. ولذلك حتى الشاعر في الأموي يقول وقد علتني نعسة الأردني وموهب، اسم شخص،
وموهب مبر بها مصني. مبر يعني أي تبرأ من السقام، أي أنها أرض طيبة يتبرأ المريض فيها من سقامه إذا عاش فيها. وثم نتحدث فيها بعد عن حوال الأردني، وكيف أنه الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام، وكم من الصحابة أيضا دفنوا في الأردن، وعلى أرض الأردن قامت كل المعارك. ففي هذا الكتاب حقيقة يتحدث أيضا عن مقدمة تاريخية ونصوص تاريخية وتسميات متعددة، وظهور الدورة الإسلامية، الدعوة الإسلامية والدعوة العباسية. يعني العباسيين نشأوا من الأردن لكنهم دمروا الأردن، الأمويين الأردنيين عاشوا معهم. فهذا كله موجود في هذا الكتاب بتفاصيل. وهناك يعني كمان تحاديث، يعني أنت بتحكي على 1500 قبل الميلاد ل 1881 ميلادي، يعني أنت تحكي على 2500 سنة أو 2000 تقريبا. فبرضو عن علاقتهم مع ممالك العراق القديمة، وكيف أنه هناك يعني في هذا الكتاب ستجد شغلة مهمة جدا، وهو أن الأردن هناك الكيان الوطني والكيان التاريخي والكيان الاجتماعي والكيان السياسي. الكيان الوطني أو الكيان التاريخي كان يشمل الأرض الأردنية والتي كان مساحتها واسعة، عمرها ما نقصت عن 800,000 كيلومتر مربع، وهي الكيان الجغرافي نفسه، يعني المنطقة الجغرافية التي تشمل كل المناطق التي نزل فيها عدة أنبياء. الأردن نزل فيها سيدنا صالح، نزل فيها سيدنا شعيب، نزل فيها سيدنا لوط، نزل فيها سيدنا أيوب، نزل فيها سيدنا لقمان الحكيم، وولد فيها سيدنا المسيح، وعمد فيها ورفع منها إلى السماء، ونزل فيها سيدنا يحيى الذي كان مهمته يعني ينتظر قدوم سيدنا عيسى، وكان يعمد الناس في وادي الخرار في الأردن. لما احتلتها الأمم كانوا يعرفوا أنه هذه هي عقدة الأردن، عقدة المواصلات والاتصالات. إذا سقطت الأردن بأيدي أي قوة، هي اعتبر كل بلاد الشام سقطت. يعني مثلا لو جينا حتى على يعني الحروب الإسلامية، بدأت الحروب الإسلامية الغزوات للرسول صلى الله عليه وسلم 6 للهجرة، بدأت على عشائر الأردن، على منطقة الديسة وعلى منطقة حسمة، كانوا يسموها حسمة، منطقة رم، ومنطقة جنوب الأردن، منطقة معان، منطقة عابل الزيت. وهناك يعني في خلط حقيقة، عابل الزيت هي سموها عابل الزيت، هي عابل اللي هي عابل موجودة 12 كيلو جنوب طفيلة. فكانوا من 6 الهجري لما صارت معركة اليرموك، آخر معركة في 13 أو 14 الهجرة، بمعنى آخر بعد 9 سنوات حتى استطاعوا أن يحرر الأردن من الاحتلال الروماني. بعد ما تحرر كل سوريا راح اجى وقف هرقل قال سلام عليك يا سوريا، سلام لا لقاء بعده. بعدها سوريا كلها سقطت في خلال أشهر. لذلك الأردن هو القلعة الحصينة، وفي اللغة هو القلعة الحصينة، في اللغة معناها القلعة الحصينة والقلعة المحصنة والقلعة القوية. حتى يعني المدن الأخرى في الأردن مثلا يعني كرك معناها أيضا القلعة الحصينة، إربد معناها القلعة الحصينة، عجلون نسبت إلى الملك عجلون المؤابي برضو القلعة الحصينة، السلط معناها القلعة الحصينة، صاحبة السلطة والقوة. فإذا كل هذا تجد وين؟ في هذا الكتاب اللي هو الأردن في كتب الرحالة والجغرافيين المسلمين. ويتحدث هذا الكتاب، هو من تأليف الدكتور أحمد عيد العبادي يعني حضرتنا، يتحدث عن مؤتة وعن الجربة وعن الحسا وعن الجنوب وعن إيلة وعن البتراء وعن مدين وعن تبوك وعن جرش وجبل عوف. جبل عوف اللي هو جبل عجلون، جبل عوف اللي بني عوف، بني عوف اللي أخذ أرضهم صلاح الدين وسام بن المقدبي أمر بصلاح الدين وساووا عليها القلعة الموجودة إلى الآن، وهم بني عوف، والعشائر أكثرها في منطقة عجلون من أحفاد بني عوف، ولا أقول من بقايا، ليسوا بقايا، إحنا مش بقايا، إحنا أحفاد. وجبار السلط ودرعا ورويشد وريسون راسون والزرقاء، الزرقاء اسم قديم اسم على زمن الآشوريين المؤابيين، معناها زاراك أي الماء الصافي، وهذا كله سنأتي إليه فيما بعد يعني إن شاء الله. والسلط وسدوم اللي هي
يقولوا عنها بالإنجليزي سدومي، اللي هي مدينة الملك بارع، اللي هو هذا في زمن سيدنا قوم لوط. هذا الملك بارع هو كان يعني يقود عملية الفواحش، وزوج أخته الأمير الأرملة من سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام، وذكرها ربنا في القرآن الكريم عجوزا في الغابرين. وأيضا يتحدث عن سواد الأردن. سواد الأردن معناتها الأرض الخضراء. وكل حال هذا الكتاب يعني أتمنى، يعني كلام يطول يطول. الكتاب هذا من جزئين، الجزء الأول والجزء الثاني، اسم الأردن في كتب الرحالة والجغرافي المسلمين من 1500 قبل الميلاد إلى 1881 ميلادي. والحديث بقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.